السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة والأخوات، في فيديو جديد أتمنى أن يدخل البهجة والسرور إلى قلوب أعزائنا المقتربين. فرجت وكنت أظنها لا تفرج. نفى المحلل السياسي السعودي الدكتور عبد الله العساف ما تردد حول قرار المملكة بترحيل العمالة اليمنية من جنوب السعودية وخاصة جيزان ونجران وعسير، وقال أن جميع المصادر التي تحدثت في الموضوع إما مصادر يمنية معادية للمملكة العربية السعودية أو مواقع مشبوهة تريد إثارة الشكوك، وليست هذه هي المحاولة الأولى التي تثار فيها مثل تلك الشبهات والزوبعات لإثارة الفتن بين اليمن والسعودية. وأضاف في حديثه لسبوتنيك أن هذا القرار ليس سريا، ولو كان قد صدر لتم الإعلان عنه فورا من السلطات في المملكة العربية السعودية، فهو قرار سيادي ومن حق الرياض أن تتخذ ما تراه مناسبا. ونؤكد مجددا أن هذا القرار الخاص بترحيل اليمنيين لم يصدر من الأساس، والمملكة لا تفرق بين من يعيشون على أراضيها سواء كانوا من الشمال أم من الجنوب أو من مختلف التوجهات العقائدية، حيث يتم احترام الجميع والتعامل معهم كالسعوديين كالتعليم والوظائف وغيرها، حيث لا تعرف المملكة حيث لا تفرق المملكة بين عامل وعامل ومذهب وآخر. وتسعى السعودية لمساعدة اليمن وأبنائه وإنهاء الحرب وإحلال السلام، ونحن أيها الإخوة بدورنا نشكر الشقيقة الكبرى وننتظر منها المزيد لما عهدناه منهم من مواقف كبيرة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.